طيب خلينا نبدأ مع أستاذ كريم، ولو هنتكلم على طول بقى عشان الوقت وما ياخدناش، لأن احنا معانا ثلاث مباريات بقى، مش مباراة واحدة زي امبارح. هنبدأ بالمباراة انجلترا وإيران، وإن كانت هي الهزيمة الأكبر في تاريخ إيران في كأس العالم، وبداية مباشرة لساوث جيت باعتماده على ماجواير، واحنا عارفين الكوميكس والحاجات اللي كانت بتشتغل على ماجواير. طبعا بالنسبه للمنتخب الانجليزي، في وجهه نظري ان هو ما بداش كالمعتاد من المنتخبات الكبيره انه يتدرج في المستوى منذ بدايه اي بطوله مجمعه. احنا دايما متعودين المنتخبات الكبيره بتخش بطولات مجمعه بالتدرج، يبدا المباراه الاولى كده بشكل هادي، وبعد كده يبدا المستوى الريتم يعلى بتوالي المباريات. النهارده المنتخب الانجليزي بصراحة بيقدم لنا صورة احنا متوقعينها في الآونة الأخيرة دي، في وجهة نظري واحدة من أقوى السكوادز اللي جات لمنتخب إنجلترا في السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الفردي أو حتى على المستوى التكتيكي. النهاردة المنتخب الإنجليزي قدر إن هو يعني يدي جرس إنذار واضح إن هو فعلا طموحه إن هو يوصل للقب. وطبعا الجملة الشهيرة اللي دايما المنتخب الإنجليزي بيقولها في المونديال It's coming back home، في وجهة نظري ربما يكون ليها أرضية، أو هي يعني الكاس هتعود للوطن منذ طبعا نسخة 66، ربما يكون ليها أرضية كبيرة السنة دي، خصوصا في ظل المستوى الرائع اللي الفريق بيقدمه في الأول الأخيرة. وكمان بقى في ناحية تانية سريعا، إن طبعا الهزيمة في وجهة نظري المنتخب الإيراني طبيعية، لأن أنت لما تعتمد على مدير فني حلوله وإمكانياته خلاص يعني عفى عليها الزمن، وشفت تجربته مع المنتخب المصري، شفت تجربته مع كولومبيا حتى قبل منتخب مصر، دي مش السداسية الأولى يشيلها كيروش. كيروش تلقى سداسية من منتخب الإكوادوري في تصفيات أمريكا الجنوبية لما كان متولي مسؤولية المنتخب الكولومبي. فأنا في وجهة نظري طبعا النهاردة الهجوم الشديد اللي حصل في نهاية المباراة من الجماهير الإيرانية، وطبعا الصحف الإيرانية والمواقع أنا بعد المباراة شنت هجوم شديد على كارلوس كيروش، اشوف ان هو هجوم منطقي، ان هو السبب الرئيسي في هزيمه الفريق النهارده بستة اهداف.